ازيكم يا حلوين؟ النهارده هقول لكم عن 4 منتجات بالنسبه للشعر. انا شايفه بصراحه ان ال4 منتجات دول منهمش اي لازمه، واخدين دوشه على الفاضي. اول حاجه الاوميجا 3 بتاع انفينيتي، بصراحه الفيتامين ده ملهوش اي لازمه خالص. مش بس كده، ده بيعمل صداع وبيعمل الم في الكليه، فهو مش كويس ابدا. طبعا هو يعني سعره مش غالي، انا كنت جايبه الاثنين، كان نزل عليه عرض واحد واحد تاني هديه تقريبا ب180. سعره الاصلي المفروض ان هو كان ب320، بس هو على طول بينزل عليه عروض. يعني ناس كتير اتكلمت عنه وشفت عنه حاجات مدح كتير، عشان كده انا اشتريته. كان في الاول، اول لما استعملته اول فتره حسيت ان هو عادي كويس تمام، بعد كده لاحظت انه بيعمل لي صداع مش طبيعي، وكمان بيعمل لي الم في الكليه، فبصراحه انا وقفته تماما وما بقتش يعني استعمله تاني ابدا، وعملت فيديو عنه لوحده بالتفصيل. فده اول حاجه انا ما انصحش حد ان هو يشتريه ابدا. تاني حاجه شامبو اللايفن اللي بالتوت. الشامبو ده يعني مشهور جدا، هو ده البلسم، بس هو البلسم والشامبو كمان مشهور جدا وناس كتير بتتكلم عنه، هو يعني انلايفن بجوز الهند وانلايفن بالتوت، ان هما كويسين وسعرهم رخيص وحلوين للشعر الكيرلي وكلام كتير. انا شايفه من وجهه نظري او بالنسبه لشعري ان هما ما كانوش كويسين. هو اللي بالتوت افضل شويه من اللي بجوز الهند، بس برضو مازال على قده قوي. بصراحه انا ما حبيتهوش ابدا خالص، ما كانش بالنسبه لي كويس ابدا. يعني بعد كده الشامبو بتاع بوبانا، الشامبو ده كان سعره تقريبا 100 جنيه وحجمه 400 ملي، يعتبر سعره غالي بالنسبة لبوبانا، يعني لان هما مش براند كبيرة يعني. بس بصراحة البلسم الشامبو الاول مش بينظف الشعر كويس، او الشامبو مش كويس اوي للشعر، مش بيدي رطوبة للشعر، تنظيفه مش قوي قوي، ما حسيتش ان هو بيحافظ على رطوبة الشعر كويس قوي ويستاهل ثمنه. يعني انا شايفة ان سعره قريب جدا، او هو تقريبا نفس سعر لوريال او تريزيمي، فاكيد هجيب تريزيمي او لوريال، لكن بوبانا كتير عليه 100 جنيه ومش كويس. بعد كده البلسم بتاعهم برضو، ده كان اللاين بتاع جوز الهند، البلسم برضو ضعيف، ترطيبه على قده، مش احسن حاجة، في حاجات تانية احسن منه بكتير قوي بصراحة. فأنا شايفة ان الاتنين دول مش كويسين ابدا، وكتير عليهم قوي، ان كل واحد كان سعره 100. انا كنت جايباهم في عرض واحد وعليه واحد هدية، وكويس ان انا جبته في عرض. يعني عشان كده اي منتج جديد حاولوا ان انتوا تستغلوه في العروض، عشان لو ما كانش كويس تبقوا ما خسرتوش قوي. بس بصراحة مش حلو ابدا ابدا ابدا. فال4 منتجات دول انا ما انصحش بصراحة حد ان هو يشتريهم. وبس يا حلوين، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير، ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك، ما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليقات ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزين اعملها لكم الفترة اللي جاية، ايه المنتجات اللي انتوا عايزين اجربها. وبس كده، اشوفكم على خير، فيديوهات تانية كتير.